بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً يا باشا. السلام عليكم يا عمر بيه. سهلاً، منور يا كوبي بيه. آسف على التأخير. لا أبداً، ما حصلش حاجة. اتفضل اتفضل سعادتك، اتفضل. كان الله في العون. منورنا يا باشا. نورك يا عمر بيه. تشرب إيه سعادتك؟ متشكر أوي. لا إزاي؟ لازم تشرب حاجة. يعني أنا مش عايز أشغلك، لو كان ولا بد يبقى قهوة مظبوط. طبعاً يا باشا. قهوة مظبوط للباشا. منور يا باشا. نورك يا عمر بيه. سيجارة سعد؟ لا أنا واقف الحكاية دي لأن الدكتور لو خد خبر هيضربني بالنار. يلا أوفر برضه. قوموا يا باشا. عمر بيه، إيه رأيك نخش دغري في الموضوع؟ مثلا يقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك. نمشي عدل، نخش عدل. عمر بيه، لو لك اخ وغلط غلطه ممكن تعمل معاه ايه؟ حسب الغلطه. يعني لو غلط غلطه تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ لا، انا الغلطه اللي تزعلني لازم تكون كبيره قوي. اصلا انا زعلي بيزعل قوي يا باشا. تمام. طب يعني لو فرض وغلط غلطة كبيرة تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ مش عارف. يعني امر طبيعي انك تقرص ودنه. عشان كده انا مش عارف. ايه اللي مش عارفه بالظبط يا عمر بيه؟ اصلا القرصة بالنسبة لي في الغلطات الصغيرة يا باشا، لكن لو الغلطة كبرت القرصة هتزيد حبتين ممكن اقطعها. وقلبك هيطوعك؟ ما هو لو الغلطه كبرت قوي لدرجه انها تزعلني اكيد قلبي هيطوعني يا باشا، مش هتفرق معايا، خصوصا ان هو مش هيجي. بس ما يبقاش قلبك اسود بالشكل ده عمر بيه. يا باشا اؤمر يا باشا. الامر لله، الموضوع يتعلق بابني عادل. بقول يعني ما ينفعش السكه اللي انت واخده ليها دي. ما ينفعش ليه؟ عشان ما ينفعش. لاني ما ينفعش اني ولد من عيله محترمه ابن ناس لمجرد انه اتورط في نزوه ممكن يتورط فيها اي شاب من سنه في اي حته في العالم، ندمر مستقبله عشان واحده زي اللي اسمها رباط دي. ايوه، هي مالها بقى يا باشا اللي اسمها رباط دي؟ لا مفيش، يعني هي بنت عايزة تعيش، ولكن لما تفهم إنها هتقف للقطر ترضى بنصيبها. طب ولما تفهم إنها هتقف للقطر بقطر تفتكر هترضى بقليلها يا باشا؟ وربي أنا قلت بنصيبها يا باشا. قليلها نصيبها مش فارقة، هي هي ما تدقش. كمل يا باشا. كمل إيه بقى؟ ما أنت ناوي تركبها القطر أهو. أؤمر يا باشا، أؤمر. الأمر لله. أنا بقول مهم يا ابني الموضوع ده ينتهي ودي. الأمر صاحب الأمر ونعم بالله. والموضوع ده في إيد اللي اسمها رباب يا باشا، لازم هي ترضى، هو ده اللي يرضي ربنا. ونعم بالله، احنا ما قلناش حاجة. نشوف إيه اللي يرضيها وهي على حالها كده من غير ما تحس إن وراها ضهر. لا يا باشا، ده شغلي بقى. لو شفت واحد مظلوم لازم اسنده، الا لو حسيت انها كدابه. واضح بصراحه كده ان البت ما قالتش حاجه فيها كده، بدليل ان حضرتك سايب شغلك ومصالحك وجاي لحد هنا ومستنيني بقالك ساعه عشان في الاخر تقعد معايا وتساومني. سوري يعني، بمعنى مؤدب تفاوضني. المقابلة خلصت يا باشا، تقدر تفضل من غير ما ترد عشان أنا عندي شغل ومصايب متلتلة فوق دماغي مستنياني. مصايب من اللي بجد، مش خلفة جدرها الفسدان جاي يساومني عشان سلامتها. ما تتصورش سعادتك أنا مبسوط قد إيه بالمقابلة دي. متشكر. متشكر أوي يا عمر بيه. ده من دواعي السرور سعادتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا باشا.